ping command. Now you should find a command is more netstat specifically network statistic. That command displays all the connections. ده ما عمل لنا شنو؟ بوري بظهر لنا كل الكونكشنز، الشبكه بتاع الكمبيوترات المتصله بشنو؟ بدينا كل الكونكشنز. طيب في كوماند ثالث اسمه ده بدينا شنو؟ بدينا الباث باكج فروم سورس تو ديستنيشن، يعني شنو؟ بدينا الطريق مشى منه الباكج من هنا لحد ما وصل مثلا جيميل، قلنا جوجل، بقول لك الباكج تاك ده لما طلع من هنا مشى مثلا من نيويورك، طلع للسيرفر بتاع نيويورك، من سيرفر بتاع نيويورك مشى مثلا سيرفر بتاع الاباما، من سيرفر بتاع الاباما مشى لسيرفر بتاع لينكن، من لينكن مشى لكاليفورنيا، من كاليفورنيا خش في السيرفر بتاع جوجل، بعد ذاك جراجي. فده ده ده بديك الباث، بديك الطريق. طيب مين يشوف الكلام ده عمليا كيف؟ والباقي انا اخليكم تطبقوه، اي زول يطبق الكلام ده دي. When you go home, please check that one. Alright. اوكي لو رجعنا قلنا كيف نفتح ده سي ام دي، بفتح لنا ده عشان ما في زول يقول ما بنعرف نفتحه، كيف تمشي في سي ام دي. طيب نكتب تريس راوت، لسن تي ار اس سي اي ار تي، تريسيت. لو ما بنعرف نعمل قدام علامة الاستفهام بوريك انه كويس. لو ما نعرف نكتب الكوماند اذا كتبناه صحيح بوريك الطريقة بتستخدمه، بالطريقة اللي نستخدمه سي ال اس. لما فهمناه نكتب تريس اوت www.google. We're gonna try this one. شايف ده الطريق بتاعه؟ مرة الأول أخذ 2 سكن مشى للكمبيوترات، بديك الكمبيوترات اللي مشى فيه كله والآي بي أدرس. شايف عشان يمشي جوجل أخذ كم؟ أخذ 7. شايف بس عشان أنا أتصل بجوجل أخذ كم طريق، كم جهاز مر بيه؟ ستيل مر ب 12 جهاز. لسه برضه ما وصل 13. ده الطريق طبعا، ده الشوارع اللي مشي بوه. محلات الفيو نجمة ده يا جماعة بكون عاملين سيكيورتي، ما عشان ما دارين المعلومات ده يظهر، ده في الكونفيجريشن بتاعهم هم. يعني أنا من هنا 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 شوف ما 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 اداوا معلومات، حصل له تايم اوت. لحسن ما وصل، يعني لحسن ما وصل، ده الطريق اللي اخذه، اخذ 15 منه. ما في استجابه، ما في استجابه بقى. تمنتاشر فجأة وقف في محطة بتاع محطة رقم 13 وبحاول برسل مسج لكن ما في استجابة. request time out.
من 12 خلاص وقف هناك، ما في استجابة لأنه ما في بيانات، ديك ريكويست تايم اوت، ريكويست تايم اوت. مشى 10 خطوات سجود، بعد ذاك جا وقف هنا وبقى ما في اي استجابة. اوكي، في النهاية وصل، في النهاية وصل بعد 22 خطوة، بعد 22 خطوة. ده طبعا من اهل السكيورتي، ما بديك معلومات، قاعد يمشي الو، لكن بديك ريكوست اوت، عاملين سكيورتي هنا. اوكي، كراك كومبليت، خلص بعد كم؟ 22 خطوة. يعني قال لي عشان انا اكتب www.yahoo او جوجل عشان اجي اخذ 22 خطوة، 22 باث. سو ده كله بيهمنا شنو؟ بيهمنا انه تراكسن ده بدينا شنو، بعمل لنا بكتب لنا الباث، الطرق بتاع الباكج تيكن فروم انت كسورس للديستنيشن بتاعك. طيب اننا الثانيه قلنا نت ستات اس تي اي تي ستات، دي الحاجات اللي انا موصله مع جهازي الان، نت ستات 192.0.11. شايف اللوكال ادرس والفورين ادرس، بص دير كل الحياه لسه موصله مع جهاز نتستات. بدينا شنو؟ كوماند ديسبلاي اول كونكشنز، انا هسه متصل بالحاجات دي كله، اول كونكشنز. وبديني البورت، بديني البورت برضو المتصل بيه، بورت نمبرز، دير البورت نمبرز، بورت نمبرز. نايس، اوكي. ده ثلاثة كوماند، احنا اخذنا كده ثلاثة كوماند من النتورك سكيورتي كوماند او الكوماند برومت. So لحد هنا واضح يا شباب؟